عنده مريض. تفضل. أهلين. تفضل. 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 جيب مروحة ثانية. شغلوا المروحة الثانية. طيب دكتور. خطوة زاي. مرة شوي. ما عاد يفوتون الناس. يا وين راح؟ سيد الخير يا قلبي. شلونك؟ في جوا وحدي. لا لا وحدي جوا. جوا جوا جوا. عم يظلوا علينا هالتسعيرة وهي تعدى. يا قلبي بيجي الواحد مش مرضان بيطلع قلبه وجع، وليش هيك؟ ما بدكم تترحموا بهالعالم وتترحموا فيهم. أقل من هيك خلص طالع عنا لهون. يا قلبي يلي ما بيقدرش لهون يلي بالمقرن الثاني شو بيعمل بحاله؟ يا قلبي بحطوا مواصلات يا خالتي. اسعني وجعني وجعتني وجعتني اشي عطش بشاوي. انا عندي الدكتور ربيع. بدي دواء كمان. ايه ويلا يا خالتي بنات هيك هذا القلب قدامك. يا قلبي بدنا نطلع هالدكاترة كلهم. بديش وصيك يا خالي. ما عادش بدنا نمشي. انتم بتخافوا الله. يجيكم الخير يجيكم الخير. يا خالي وين يا خالي شلونك؟ إذا هذاك دكتور ربيع. شلونك يا دكتور؟ شو بدك تعطينا دواء يا قلبي؟ شو بدك توصف لنا؟ يلا بس نمشي. يلا يا قلبي. أنا كمان مش تعبي يا عيوني هالفقرات ما حطيت البنش اليوم. دكتور منصور. أكفيتهم يا قلبي. لساني بروح أحطها. لا كيف بتقولوا هالدكاترة بيخافوش الله؟ ليك محلاهم. هني هذول هذول فحصيتهم بالعشرين ألف فوق. بالعشرين ألف فوق هذول. هذول عم بقول عنهم. الله يسلمك. الله يسلمك. فحصيتك مش 20,000؟ 10. من الله 20,000؟ لا ليلة يا خالتي. يا خالتي أنا 20,000 بتجنيش أكثر أجر هالغرفة كل شهر. ما بدي أجيب فحصيتك 20,000. يا خالتي بتخافوش الله ولو شبكم يا إبراهيم الواحد. الصحابي يعني كيف أمثل يا خالتي؟ أنا قلبي من ضاع هالناس وهالعالم. أنا موجوع قلبي بدكم تتوقعوا الله ليكوا إذا نحن موقفناش مع بعضنا مين بده يوقف معنا؟ الله يحييك. ايه يا قلبي يلا اتكلوا على الله يرحموا هالشعب. الدواء صياد. المشكله بالصياد ابراهيم هذا وين انا خلص داري قفت ايامنا. انتم بركه فيكم بركه فيكم. ما الا يا قلبي الا يزيد من هذوك. هذوك اللي بيغلوا الدواء. الدواء الغالي هذوك. هذول الاصفر هذيك غلط. ام الاصفر عندها الشيء الواحد اذا وجعته قلبه ولا وجعه راسه مراده بجيب حق علبه الدواء. ليش بس عم تعملوا هالناس؟ الاصفر اكثر شيء. يا قلبي شو دخلني انا بدي فوت على الصيدليه اقدر ادفع. مش حرام ابخافوش من الله؟ ما حرام عليكم يا عم. ليكوا هالعالم ليكوا هالاكابر هوني ما بدنا نوجه الله عليكم. ها ليك هذيك هي ما تغيرش الموضوع يا عيني. انا جاي اطلب عرايس وعرسان. انا جاي احكي كلمه الحق هوني. طلع لو اخذت على خطي. ها الا انت من مين لا؟ اتضيق انا مش شو هالبنت؟ وخادو وخادو
شو دخل الدور هسه؟ انا بدي احكي منشان هالعالم كلها تستفاد. والله كثر خيرهم لانه ما بيعبدوا ولا هالناس. ما هو بيقولوا لك انا شو بنخنطيهم انت كما بقولوا مش قادر اوقف لانه عبدوخ سلام عليك. فبحاله نزيه طاجر. بس ما هني شبكي بعضهم هذا كله بيتعلم. هل المرة هذه عبد الله تمرض شو بتنصحيها؟ دكاترة كلنا نبغي الله يعمل دار السلام ونحنيها دكاترة كلياتها مع الدكتور نواف عبيات وجمع بما في الكفاية الله يوفقهم. هني من الأواد من خيرة الناس أبداً. بس يا خالتي نحن عم نحكي هيك هني شبكي يعني الواحد إذا قال لك ثاني هحنك أحلي هيك بتنتقل يعني بالعدوى مثل الفيروس عرفت كيف؟ إذا قلنا عمل السوء بينتشر وعمل الخير بينتشر. بس هن عبي يعملوا عمل خير عبي يعطوا دعوة. ايه ما نحسب فيها العالم كلها بتاخد يلا يجيهم الخير صعيب هالدكاترة هن ونسوانهم عم يتعذبوا يا مبراهيم ليك محلاهم يجيهم الخير ابدا يلا الله يوفقنا الدكتور هنو انتوا بتسمعهم كمان انتوا بتسمعهم يا طيب الله يعافيك يلا يلا هذا هو ليه متسلط عليها ما تتوقف هالمرة يا خالتي عم يتعدى عليها حتى يعني بنتحر سعيد الله يجزيك الخير كل ما عملت شغلي الله بيكسب لك يا عشرة يا عيون عم خيبي للدكتور نواف بس هيك عم يعرج من جريت تنتين والله تعالوا تعالوا الله يوفقك الله يجزيك شكرا لك لو ما هم ليك لو ما هم ما بيسوى شيء بيكملوا بعضهم يا عيني ما هن لولا ما بيستاهلوا بعضهم الله ما كتب لنا بعضهم وتعيننا للدكتور نواف يضل بهالدار بسلام هو دكاتره الله الله من فوق بعنايته الله بده يوفق الجميع بهالدار ليك ليك هرب منك الدكتور انمار الحقيقي 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 هرب منك وين قديش قال لي صبغة شعراتك طبيعي هذا طبيعي وحياة الله ورثانته من نعمة يا عمو الله شيء طبيعي أصلا مرتك قديش عم تحط عليها صبغة ومبغة يا عمي مرتك مش عم تحكي شيء عن المعينات وعن الغلاء يا خيي ما مرتك مرت الفئة المنثقة ما أنتوا ما خلتوش فيها ما أنتوا عم تحكي خلونا فيها مثقفة طبقة العالي ما شو خليتوا مشحرين ومعثرين بدكم تتوقع الحق 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 على المرضى اللي برا اللي مرضوا عندك اياهم للمرضى ليش عم تمرضوا انت خالتي؟ الواحد يضل بصحته بعفيده هيك يضل ما فيش تكاليف يا خالتي ليش شو بكن؟ ايه عندك اياهم اكلوا اكل صحي اقطعوا هالسكر ما عادش تاكلوا لحم يعني الواحد اخ بياكل من اكل خيره يا عيوني من حكورته الواحد بياكل يا صبيه الله وفيك صرنا شهرين وما ذقنا اللحم ولا شفناه احسن وحياة الله افيه لبن قطيع مش ملاك شو عليه تزرع بحقورتك بندوره ومقته وبتعيش منه اسمه ايه يا قلبي ليك الله ما بيبلي لا يعين يلا هح الله بعنايته ليك وهالدار كيف عم بتبث خير لهالطايفه وللجميع هيها الله بده يوفق امين كلهم بس هالنوايا الطيبة وما عادش تمرضوا يا خالتي بترجاكم والله يجزيك الخير يوعدوك ان شاء الله ان شاء الله الله يرضى يلا سلامة وتظلوا بخير الله يجزيك الخير انا ماليش على الوقوف يا عيني يلا يجزيكم الخير حضركم يا غنيم